محطتنا التالية مع عالم الصحة والطب بتقول إنه الدراسات بتقول إنه الابتسامة بتشكل نسبة 90% من انطباع الناس عن جمالك. من أجل الحصول على ابتسامة مثالية يجب أن نهتم بتجميل الأسنان باعتبارها هي المكون الأساسي للابتسامة. ولكن الاهتمام له وسائل كثيرة، شو هي الوسائل؟ كيف بنقدر نوصل لغايتنا بدون مشاكل؟ رح يجاوبنا على هالأسئلة ضيفنا بالاستوديو الدكتور ليان أبو سمرة، طبعا أخصائي بالتعويضات الثابتة وتجميل الأسنان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك المشاهدين. يسعد صباحك. في البداية خلينا نحكي عن بعض الوسائل والطرق للعناية بالأسنان، الحفاظ فعلا على أسناننا يمكن سليمة والحفاظ على ابتسامة جميلة. فينا نقول هلا هو الحقيقة الشق الأول من السؤال هو الأهم، إنه كيف بنحافظ على أسناننا، كيف بنحافظ على صحة الناس منيح، لأنه كيف بنحافظ على صحة الأسنان، كيف بنخلي الأسنان تبقى لفترة طويلة معنا دون أن يكون هناك أي إذاء أو أي مشكلة عنا. هلا الاهتمام بالتجميل أو تجميل الابتسامة، الحقيقة إذا فينا نسأل سؤال إنه التجميل هل هو رغبة أم ضرورة؟ لها استطباباتها ولها شروطها ولها أهميتها. إذا بنمشي مع الرغبة، هي كل الناس عندها رغبة تحصل على ابتسامة جميلة، والموضوع الابتسامة الجميلة هي مرتبطة بمفهوم الجمال. يعني لحنا إذا بنلاحظ، لا إذا بدنا نبدأ نعرف بس إنه شو هي الوجوه الخزفية اللي أحد أهم وسائل التجميل هي الوجوه الخزفية. إذا فينا نشوفها على هي عبارة عن قشرة من الخزف أو من الكومبوزيت توضع على سطوح الأسنان الخارجية، بعد أن يتم تحضيرها بشكل بسيط توضع هذه القشرة على الأسنان وتلصق لنحصل على تعديل في لون وارتصاف هذه الأسنان. هلأ الفكرة أنه هذا المفهوم هو ارتبط بتطور مفهوم الجمال. إذا نأخذ هلأ الصورة اللي بعدها، إذا فينا نأخذ الصورة اللي بعدها، إيه هلأ نشوف كيف كان مفهوم الجمال. هو عبارة عن تاج على الرباعية من الذهب أو من الذهب الفرنجي كانوا يسموه، هكذا كان يوصف الجمال، هاي أحد معايير الجمال. طبعا طور هذا المفهوم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى أصبحت رغبة ساهمت الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بإيصال هذه الرغبة لكل الناس، ولو أحيانا بطريقة للأسف ما كتير سليمة. يعني حتى دخلت على بهالمجال مراكز تجميل اللي ما لها علاقة بالطب، عبارة فقط مراكز تجميل صار بدها الشكل من الابتسامة. نحن بالنسبة لنا كأطباء وأطباء أسنان نحن نصر على موضوع هذا الموضوع أن يبقى ضمن إطاره العلمي، أي الابتسامة لها شروطها. إذا نأخذ هلأ كمان نشوف مثلا تحليل الابتسامة، تقاطيع الوجه. كنت بدي اسالك عن ملامح الوجه، انه لكل شخص يمكن ابتسامه او ملامح او ميزه بتميزه، فكيف تماماً فيك كمان الواحد يكون تماماً عم يتناسب مع هي القصه؟ هلا احيانا بيراجعونا بعض المرضى انه بدهم تجميل ابتسامه ومعهم نماذج مسبقه، صور لبعض المشاهير مثل فلان او مثل هذا. نحن بكل بساطه دورنا نجاوب انه نحن ما يصلح لاكس لا يصلح عند واي، وبالتالي في تقاطيع في تقاسيم للوجه، وبالتالي موضوع التجميل موضوع له علاقة، طالما اعتبر الفم هو مدخل وجزء مهم من الوجه، وبالتالي يفترض أنه تكون أي عملية تجميل تنسجم مع تقاسيم ومقاطع الوجه بشكل عام. صحيح. طيب دكتور خلينا نعطي يمكن بعض كمان النصائح للحفاظ، يمكن ما حكينا قديش ممكن الناس فيها هي تحافظ على اسنانها، يعني اخر خيار ممكن نتوجه اليه ان كان دكتور الاسنان او التجميل او اي خيار اخر، يجب الحفاظ على اسنان من البيت. فينا نقول بعض الوسائل او النصائح اللي فينا نقولها؟ طبعا نحن بنأكد على التفريش المستمر، التنظيف على المضامر الفمويه المنزليه والتفريش المستمر. نعود اطفالنا نعلمهم منذ الصغر انه يتابعوا موضوع تفريش الاسنان، النخور ما يكون اخر ضيف يفوت على الفم هو فرشاه الاسنان. نعلم اولادنا منذ الصغر لانه هي كثير بتغير من بتحد من انتشار النخور، حتى لو كانت لبنية هي نقطة مهمة يعني. حتى طبعا هي اللبنية هي أساس، هي كمان الأساس. نحن بس تكون الأسنان اللبنية بحالة جيدة بصير في عندي أنا فيما بعد بقدر سيطر كمان على الأسنان الباقية. هلا بنلاحظ هون بالسلايد إنه إذا كان بدنا نحكي إنه متى نلجأ إلى التجميل، يعني في عندي حالات
بتقلي انه هون هاي الحاجه بتستطب. يعني عم نسمع دكتور بهالايام عم نحكي عن اللومينير والفينير السلبيات والايجابيات والحالات اللي فيه كمان انه فعلا انه نلجأ لهدول الاشياء. هلا بس بدي اوضح مصطلح فرق بين المصطلحين اللومينير والفينير. تمام. اللومينير هي التقنيه لتصنيع عدسات تلصق على الاسنان، ما انا موجوده ببلدنا ولا موجوده، هي عباره عن تقنيه محتكره من قبل شركه عالميه اسمها هي تنتج اللومينير اللي هو عباره عن عدسه بثخانه لا تتجاوز 0.1 ل 0.2 من المليمتر. هي ما انا موجوده هون. نحن استيقام اليوم في بلدنا لومينير، هذا لا اللومينير ما في لومينير ببلدنا، ما في لومينير. انا عم حدد المصطلح. اللومينير هو عباره عن تقنيه تصنيع. طيب القشره هي اللي عم توضع على الاسنان. تمام، هي الفينير. الفينير كمان قشره؟ هي الفينير طبعا. هلا وضحت السلايد. الفينير هي عباره عن ممكن تكون قشره، ممكن تكون فول كراون تاج كامل. فهي اللي احنا اذا نعتبرها هي القشره او الوجه بورسلين فينيرز، هي عباره عن وجوه من الخزف او من الكومبوزيت توضع على سطوح الاسنان كما ذكرت بعد تحضير بشكل بسيط. اما اللومينير يمكن ان توضع بدون ان نحضر على الاسنان، لكن ما أنا موجوده هي عباره عن تصنيع، تقنيه تصنيع موجود في شركه عالميه هي محتكره هذا. نحن بلدنا مخابرنا بتنتج شيء اسمه فينير، فينير بطبقات رقيقه وناجحه وجيده وجميله، لكن لها استطباباتها مثل ما عم نشوف هلا بالسلايد، انه مثلا عندي بعض الفراغات بين الاسنان التي لا يمكن معالجتها تقويميا، او الاسنان المتلونه. هلا هون عم نشوف فراغات، من شوي شفنا الاسنان المتلونه، طبق الفينير حل، هون الفراغات اغلاقه. برد باكد هي الحاله ممكن الحاله التي لا يمكن معالجتها تقويميا نلجا الى معالجتها عن طريق الفينير. بنشوف يلي بعدها كمان منتابع. كمان هون في عندي سوء تشكل او في عندي بعض التشوه في الاسنان، كمان يبقى الفينير هون حاجه ضروريه وله استطبابه. بنشوف كمان يلي بعده، الصوره اللي بعدها، في الصوره اللي بعدها. طب دكتور قد ايه المدى ليبقى الفينير؟ هذا السؤال كثير. هلا بنشوف هون كمان، عفوا هون بنشوف كمان اعاده ارتصاف لبعض الحالات الاسنان كمان يلي تقويميا ممكن تقويميا بدها فتره طويله او العمر صار ما عاد يسمح اجراء معالجه تقويميه، فبنلجا للفينير كحل كمان. الجواب على سؤال، هي كسور، بعض الكسور بـ بـ بالاسنان كمان مشان ما نضحي بالاسنان بشكل كامل ونحضرها بنلجا لفكره الفينير اللي هي القشره الخارجيه، حل لمثل هذه الحالات للمحافظه على نسج الاسنان. نعم. قد ايه بدوم الفينير؟ هلا في عمر افتراضي، في عمر افتراضي دائما اي عمل طبي في له عمر افتراضي قديش بيخدمه، بنقول الزرع قديش بيخدم، الفينير قديش بيخدم. قول الفينير ممكن دراسات كلها بتاكد ممكن تقعد 10 سنين 15 سنه، لكن كمان في الى الكومبليكيشنز تبعها، في الى الاختلاطات، وبالتالي ليست هي من نهايه المطاف، وبالتالي لا نلجا الى الا حين الضروره، لانه كمان الى مشاكلها والى الاختلاطات. شو مشاكلها مثلا؟ لانه يعني هلا كل العالم وكل الصبايا والشباب عم يلجؤوا للفينير وبتبييض كثير قوي، يعني حتى انه عم يكون ما له متناسب لبشرتهم او شيء. هذا التبييض له علاقه بلون البشره، تقاطيع الوجه. تماما. وليس دائما الابتسامه البيضاء هي الجميله، احيانا التدرج اللوني الموجود بالاسنان، هذا التدرج الرباني كمان له جماليه، له جماليه يعني. تماما. بس مو موضوع اسنان برصفها ولونها بيضة، بس بيضة ثلجيه هي الجمال. هلا عم تساليني ممكن يكون من الاختلاطات، ممكن تلون حواف هذه الوجوه نتيجه الماده اللاصقيه اللي توضع، تلون بعض الحواف، احيانا سقوط بعض من هذه الوجوه، انحلال الماده اللاصقه، احيانا انكسار في هذه الوجوه والتي لا يمكن اصلاحها الا باعاده العمل من اول وجديد. حساسيه ممكن يكون فيه، حساسيه تسبب لا شك في البدايه، تسبب حساسيه لان الاسنان عم تتعرض لتحضير الماده اللاصقه، هي وتقبل اللثه لإلها كمان مخرج. تقبل اللثه هو اكيد المواد اللي عم تستخدم هي مقبوله حيويا. طيب دكتور خلينا نحكي عن الفينير واللومينير، في كثير من التشوهات يمكن للاسنان، نحن بنلجا للومينير والفينير، بس انت بتنصح بالتقويم قبل؟ فينا نقول يعني هلا يمكن الاسرع الحل هو الفينير واللومينير. تمام. هلا الفينير هو حل سريع مثل ما استعرضنا من شوي، انه في بعض الحالات نحن دائما ننصح بالطرق العلميه، نوجه مرضانا بالطرق العلميه. هلا كثير حالات بيراجعونا مرضى بالعياده انه بدي اعمل تجميل، ننصح المرضى انه لا ما في داعي للتجميل، ننصحهم بالاتجاه الصحيح. عندي فراغات بين الاسنان مثلا،
يا ترى باخذ استشارة تقويمية، هل يمكن إغلاق هذه الفراغات بالطريقة السليمة يلي هي بالمعالجة التقويمية؟ كان بالتقويم أكيد أفضل، ما بنعمل أي خسارة منها. هلا في الحالات يلي لا يمكن إغلاق الفراغات أو هذه التشوهات أو هذه التراكبات بالأسنان لا يمكن معالجتها تقويميا، نلجأ إلى موضوع الفينير. طيب كمان في يمكن وسيله ثانيه هي الليزر، التبييض بالليزر، فكمان نحكي عنه شوي. التبييض هو حصرا بتبديل اللون، ما له علاقه باعاده رصف الاسنان، فقط هي تغيير في لون الاسنان. وطبعا مو كل الاسنان الملونه ممكن ناخذ نتيجه بالتبييض، لانه في تصبغات، في بعض التصبغات الداخليه في بنيه السن هي استجابتها على التبييض بالمواد المبيضه، سواء كان بالليزر او بالتبييض المنزلي، النتائج تبقى ضعيفه، ما تعطي نتائج. غالبا التلونات او التبييض يحدث فرق بسيط في 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 لون الاسنان، وهذا الفرق هو مؤقت. ايضا بعد 6 أشهر الى سنه راح هذا التبييض راح ترجع هذه الاسنان تكتسب تلون خلال الاستخدام، وبالتالي لابد من إعادة التبييض مرة تفقد ثانية. الأسنان طبقي من طبقة أكيد لأنه هذه المادة تتفاعل مع طبقة المينا اللي هي طبقة حساسة ويفترض نحافظ عليها، وبالتالي يعني الأكثر كمان من تبييض الأسنان كمان ليس لمصلحة المريض، محافظة على نسج الأسنان، محافظة على طبقة المينا مهم جدا. طيب كنا عم نحكي تحت الهواء دكتور عن كثير من الوسائل التجميلية للأسنان، وفي كثير من الوسائل غير صحيحة، يعني اليوم بنشوف أكثر من خيار للسيدة أو الرجل للحفاظ على أسنانه. خلينا نحكي عن هي الخيارات. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه الفينير هو أحسن من اللومينير، والفينير ولا اللومينير، يعني الفينير ما بتخسر قسم كبير من أسنانك، اللومينير لا. لا مثل ما ذكرت هني بيشبهوا بعضهم، بس اللومينير هو ليش عم نرجع ننوه لانه اساسا هو عدسه رقيقه، عدسه رقيقه كثير اللومينير، بس تقنيه تصنيعها محتكره من قبل شركه عالميه وما عطت سر الصناعي لحدا. ولذلك هلا منتشر بكل بلدان العالم منا بلدنا هو القشور الفينير، هي عباره عن صفائح من الخزف او الكومبوزيت، وغالبا من الخزف لانه لونها ثابت، تتم بعد تحضير بسيط للأسنان. طبعا التحضير للأسنان محافظة على نسج السن كثير مطلوب، فنحن نحضر بشكل بسيط ومنحاول قدر الإمكان أنه نضع هذه الوجوه دون أن نسبب أذى للأسنان الأساسية، ومثل ما قلت أنه تدرس الحالة بشكل جيد وعدم المبالغة في تجميل الأسنان. طبعا طبعا. هلا هون بنشوف مثلا الحالة، إذا شفنا في حالة من الانسحال عند الثلث اللثوي من الأسنان وغياب اللسينات اللثوية، إجا الفينير حل أعطاني شكل أفضل، شكل أجمل. إذا نشوف الصور اللي بعدها كمان رح نشوف الصور اللي طبعاً عم تظهر فيها الأسنان فرق قبل وبعد. كمان يلي بعدها لو سمحتي اللي بعدها زملائنا بالكنترول. هلا مثل ما قلنا هي حل لبعض الحالات يلي بتكون فيها تشوه واضح. كمان اذا بنشوف اللي بعدها يعني مثل هالحاله هي مثلا، هل هالحاله تحتاج لفينير؟ هي صبيه جاي بدها تعمل فينير على هالوضع هذا، طبعا ما بننصحها ابدا، اكيد ما بننصحها. وبعدين في عندي حالات هي بتتسمى كونترا انديكيشن للبورسلين فينيرز، اللي هي اذا هلا مثل الحاله مثلا هون تجميل، قديش اخذ دوره، قديش اعطاني نتائج. اللي بعدها كمان بنشوف كمان حاله صبيه هون، اسنان اماميه فقط، في عندي شويه تشوه، كمان حضرنا الاسنان الاماميه فقط وحصل على نتيجه مقبوله. كمان عندنا حاله هون اذا بنشوف اللي بعد، كمان مثل ما نحن ملاحظين حاله من تلون الاسنان الى جانب هشاشه في المينا وتاكل بالسطوح الخارجيه للاسنان، اجت الوجوه اعطتني حل مقبول جدا، اعاد بناء الابتسامه وبالتالي اعاد البناء النفسي للشخص اللي قدمنا له هالطريقه في العلاج، لانه مثل ما تفضلت وحكيت انه الابتسامه هي جزء من الدعم النفسي كمان. أكيد. تشكل نلاحظ كثير من الاشخاص احيانا بس يبتسموا بحطوا ايدهم عشان يخفوا مثلا ابتسامه او عيب موجود، فبتشكل مع الزمن بصير باللا شعور بكون بده يحكي بده يضحك حط ايده مباشره. لا نحن بنأمن بنعمل بنحط خطة علاج، بنعد له الابتسامة مشان يقدر يكون نفسيا مرتاح ويقدر يتواصل مع العالم.
إذا فينا يمكن خلصت خلصوا الصور دكتور، يمكن تعرفنا مع حضرتك على أهم يمكن الحالات اللي ممكن فيها نلجأ للفينير وتصليح الأسنان. ومثل ما قلنا دائما لازم يكون كل شيء يمكن بناسب الوجه وبناسب البشرة حتى يطلع شيء طبيعي وما يطلع كتير أوفر يمكن. تماما، والمحافظة على الأسنان، محافظة على الأسنان ونظافتها أكيد حتى ما نلجأ يمكن للفينير واللومينير مشان ما نوصل لهون. أنا بدي أشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي عطيتنا إياها، شكرا لك. وشكرا لكم الحقيقة، يعني إيصال هالفكرة للناس مهم جدا جدا حتى تعرف الناس متى تلجأ إلى الابتسامة، متى تلجأ إلى التجميل، كيف تحافظ على أسنانها وتحميها كي تبقى أطول فترة ممكنة. نشكرك دكتور، يمكن الابتسامة الأجمل هي الروح اللي بتعكسها، فشكرا كثير لك. هلا